أكوا ريفايتالايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن للدكتور فارس الحجري. أدلة قصصية، مرض الجزر المعدية المريئية، أمراض الجهاز الهضمية، متلازمة القولون العصبية، الإمساك إلى آخره. شفاء امرأة من الحموضة، أي ارتجاع المريئية المعدية والربو والسعال والصفير وانتفاخ المعدة، التجشؤ. شكرا جزيلا على هذا الفيديو الدكتور فارس المغرو، أعطاني حقا مساعدة كبيرة. منذ 3 سنوات عانيت مع الجزر المعدية المريئية أو الحموضة، وتفاقم أيضا إلى الربو لدي، وتسبب السعال دون توقف والصفير وضيق في التنفس. لقد قابلت العديد من الأطباء في المستشفيات في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ولكن حالتي ازدادت سوءا. ظلوا الأطباء يكتبوا لي وصفات من الأدوية القوية التي أدت إلى تهيج أكثر لمعدتي وآثار ارتجاع المرئية. كنت أشعر تقريبا بالإحباط. ثم نصحني والدي العودة إلى الفلبين لأخذ رأي ثاني في العلاج. نصحوني الأطباء بعمل الجراحة بالمنظار نيسين، أي عملية نيسين لطي المعدة لوقف ارتجاع الحموضة. فعلت العملية. العملية تمت بعد أن عدت إلى الإمارات العربية المتحدة، ولكن لا زال أعاني بشكل أسوأ. اختفى السعال وضيق التنفس، ولكن انتفاخ المعدة وانتفاخ البطن والتجشؤ وجزء من الجراحة لا زال يؤلم. يا الله، قلت لنفسي هو هذا العقاب لي؟ ثم بعد كل شيء وجدت الفيديو الخاص بك عن العلاج بالماء الساخن، ثم جربته. حتى الآن الحمد لله أنها معجزة كبيرة. جميع الأعراض اختفت، معدتي لا يعود ينتفخ على الإطلاق، اختفى التجشؤ، أشعر بخير بعد أن بدأت العلاج. شكرا جزيلا دكتور فارس، أنت هدية من الله. شفاء امرأة من أمراض المعدة والقولون. أخوي، نعم، الماء الساخن يشفي من أمراض المعدة والقولون لأنه يعمل على إذابة الدهون والعوالق والانسدادات من الدهون المتحجرة. خلال السنين الماضية وعن تجربتي، ما شاء الله شفيت من القولون في خلال 4 أيام والحمد لله. تركت حبوب القولون التي لا فائدة منها، وحتى أهلي قد شفوا من القولون والكوليسترول والسكر والسمنة ومن جلطات. تحسن امرأة من حرقان المعدة وسوء الهضم. والله يا دكتور، اليومين اللي فاتوا جاني حرقان لأني أكلت أكل على أكل. المهم، أول أمس نمت وقمت وأحس أن الأكل ما انهضم، بس أمس شربت 2 كوباية ماء ساخن قبل النوم وصحيت وأنا أحس بوخزات الجوع، يعني الأكل انهضم. بالرغم أن معدتي كانت متعبة قبل النوم من الساعة 2 بعد منتصف الليل إلى 8 صباحا. الحمد لله كنت مرتاحة، بس ما كان لي نفس أني أكل فطور الصباح. بس لما صحيت الساعة 4 شعرت بفراغ المعدة واستعدادها لأكل جديد. وأي أحد يشكو لي من عدم نزول الأكل ومن حرقة المعدة، أنصحه بنصف كوب ماء عادي
والنصف الآخر مغلي بحيث تصبح حرارة الماء 50 درجة كما كتبت في درجة الحرارة المثالية أقل من الشاي بقليل. تحسن امرأة من الحموضة ومشاكل المعدة. صار لي من 3 أسابيع أتابعك وبدأت بشرب الماء والحمد لله حسيت بتحسن بالحموضة والمعدة وراح أتابع إن شاء الله ليخف ألام المفاصل، بس مش عارفة كم المدة. تحسن امرأة من ألم الأمعاء. السلام عليكم، أنا بدأت عندي 2 بشرب الماء ساخن وصدقني يا أيها الناس الفاضل، من أول يوم حسيت أن معدتي وألم الأمعاء خف، حتى هناك الخوف والهلع خفوا، حتى أني صمت اليوم عادي وأنا كنت خايفة من الصيام. لو تكرمت علي وشرحت لي كيف أشرب الماء في رمضان، لأني شفت الفيديو اللي تتكلم فيه عن رمضان وما فهمت، وهل شرب الماء ساخن فقط ما أشرب الماء البارد نهائي؟ وبارك الله فيك وحفظك أنت وأهلك من كل سوء، وجعل هذا في ميزان حسناتك.